السلام عليكم، تعالوا نذهب لجولة سريعة في باحات الجلسة السنوية في ألمانيا. نحن الآن ندخل من المدخل الرئيسي، وأولا هناك فحص البطاقة، يجب أن تبرز بطاقتك ويفحصونها، ثم نتقدم أكثر إلى نقطة التفتيش الأمني. وهذا التفتيش طبعا، هذا الفحص ضروري جدا للحفاظ على السلامة واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وبعد المرور من التفتيش نصل إلى قاعة الاستقبال، ومن هذه القاعة يمكننا أن نذهب إلى كل القاعات الرئيسية حيث تقام الفعاليات. الآن نشق طريقنا إلى القاعة رقم أول، وهي القاعة الرئيسية للرجال في الجلسة السنوية، وهنا تتم كل الفعاليات الرئيسية من الصلوات والخطابات. من هذا الموقع نطل على القاعة الرئيسية، والقاعة كما ترون واسعة جدا، تتسع لآلاف من الناس، وتتم هنا الفعاليات الرئيسية للجلسة السنوية، أهمها خطابات سيدنا أمير المؤمنين، فيجتمع أبناء الجماعة في هذا المكان للاستماع إلى خطابات حضرته. والآن نحن في الطريق إلى القاعة رقم 3، حيث يقدم الطعام لضيوف الجلسة السنوية، والقاعة كبيرة تتسع لآلاف الناس في وقت واحد، ويقدم الطعام 3 مرات في اليوم، الفطور والغداء والعشاء. وها نحن في قاعة أخرى، نجد في النصف الأمامي من القاعة البازار أو السوق، وهذا مكان يمكن للضيوف أن يزوروه في أوقات الفراغ ويشتروا بعض الوجبات السريعة، الحلويات والمأكولات التقليدية، وأيضا هناك ملابس تقليدية للبيع وأشياء أخرى كثيرة. أما النصف الثاني أو النصف الخلفي للقاعة فيضم بعض المكاتب للجماعة، مثل المكتبة للجماعة، حيث يمكنك أن تشتري من كتب وأدبيات الجماعة الإسلامية الأحمدية، وكذلك هناك بعض المعارض الأخرى. الآن نأتي إلى النصف الآخر من القاعة، حيث توجد معارض ومكتبات للجماعة الإسلامية الأحمدية، فتعالوا نلقي نظرة. هنا مكتبة الجماعة الإسلامية الأحمدية في الجلسة السنوية، وتجدون فيها كتبا جميلة ورائعة، مثلا هناك مصاحف جميلة جدا، هذا المصحف بخط مميز وجميل جدا، كذلك هناك ترجمة معاني القرآن الكريم باللغة الألمانية ولغات عالمية أخرى كثيرة. ومن ناحية الترجمة هناك الكثير من أدبيات الجماعة الأحمدية مترجمة إلى لغات العالم، مثلا هنا كتاب رائع وهي سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لسيدنا ميرزا بشير الدين محمود أحمد، مترجمة إلى اللغة الألمانية. وكذلك هناك الكثير من أدبيات الجماعة متوفرة للناطقين بلغات مختلفة، فإذا كنتم هنا لا تفوتكم زيارة هذا المعرض. نحن الآن في قاعة أخرى، وهذه القاعة مخصصة للضيوف الذين يبيتون في موقع الجلسة. طبعا هناك الكثير من الضيوف، بعضهم يبيتون في الفنادق أو يستقبلهم أبناء الجماعة في بيوتهم، وعدد كبير من الضيوف ينامون هنا في موقع الجلسة نفسها، فعند وصولهم يمكنهم ترك حقائبهم عند قسم الأمانات، وبعد ذلك يذهبون إلى مكان المبيت في الجزء الآخر من القاعة. أتينا إلى معرض خاص جدا، وهو معرض تاريخي إسلامي يسلط الضوء على
فنون إسلامية مختلفة مثل فن الخط العربي، ويحتوي أيضا على قطع تاريخية أثرية مثل مسودات قديمة للقرآن الكريم ونماذج للخط العربي عبر العصور. وإلى جانب معرض الفنون الإسلامية هناك معرض التبليغ، وهذا المعرض مخصص لتعريف الناس على العقائد الإسلامية والتعليم الإسلامية خاصة غير المسلمين. فيأتي الضيوف هنا ويوفر المعرض خدمة مهمة جدا، وهي خدمة الدليل الصوتي، حيث يأخذ الضيف سماعة خاصة ويستمع إلى الدليل وهو يشرح المحتوى المعروض هنا في المعرض. ترون خلفي المدخل الرئيسي الذي دخلنا منه، وإذا مشينا خطوات قليلة فقط نصل إلى معارض أخرى. مثلا هناك معرض الإنسانية أولا، وهي جمعية خيرية تابعة للجماعة الإسلامية الأحمدية، وكذلك هناك معرض النصرة حول مستشفى خاص لأمراض العين أسسته الجماعة الإسلامية الأحمدية في ألمانيا في بوركينا فاسو. وبجانب معرض النصرة هناك معرض آخر حول موقع إلكتروني جديد أطلقه سيدنا أمير المؤمنين أيده الله، والموقع عن حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويقدم وقائع من سيرته العطرة، والهدف هو تعريف الألمان على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.